للمرة الثالثة في 4 أشهر دونالد ترامب تحت طائلة الاتهام الجنائي. لائحة الاتهام الأخيرة قد تكون الأخطر بحق الرئيس السابق، وتضم تهما تتعلق بالأحداث التي تلت انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020. اللائحة التي كشف عنها المدعي الخاص جاك سميث شملت اتهام ترامب بالتآمر ضد الولايات المتحدة وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية. سميث قال إن تعمد ترامب نشر الأكاذيب حول حدوث تزوير في الانتخابات كان دافعاً لاقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 بهدف عرقلة التصديق على فوز منافسه بايدن. This is the most important indictment because the two previous ones were for much lesser offenses. The first in New York City was for hush money payments to a pornographic film star that Mr. Trump was involved with very briefly. The other, the Mar-a-Lago case, involves national security documents. This case is about Trump's failed attempt to overthrow the government of the United States. حملة ترامب ردت بقولها إن الرئيس السابق كان يتبع القانون دائما، ووصفت لائحة الاتهام بأنها اضطهاد سياسي. وفي منشور له على منصته تروث سوشال وصف ترامب الاتهام بأن غرضه التدخل في الانتخابات المقبلة عام 2024. لكن هل يمنع القانون ترامب من الترشح أو حتى ممارسة مهام الرئاسة تحت طائلة الاتهام؟ Even if Donald Trump is convicted, even if he is incarcerated in a jail, he can serve as the president of the United States. But the Constitution only requires that you be of a certain age, that you've lived in the country 14 years, and you're a natural born citizen. Back in the 1920s, we actually had a man, Eugene Debs, run for president while he was in jail. ترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يقع تحت طائلة الاتهام الجنائي. ليست مرة واحدة بل 3 مرات بتهم مختلفة، فكيف ستؤثر على مستقبل الرئيس السابق الراغب في العودة إلى البيت الأبيض؟